السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مرة ثانية في فلوق. قبل ما نبدأ الفلوق يا جماعة الخير أبغى أتكلم معاكم شوي، صار لي كثير ما تكلمت. نشيل النظارة بس ما أدري إيش المكان هذا أول شيء، مكان واسع وفاضي. المهم قبل كنت تشوفوني كنت دائما أتكلم معاكم وكذا، بس الحين صرت يعني بس إني أطلع وأوريكم أشياء وكذا. دريش خليني أحط الكاميرا في المكان هذا كذا تمام. المهم يا اخوان صدق ابغى اتكلم معاكم كل صراحه. اول شيء ابغى صدق اعتذر، في ناس زعلت يعني من العناوين، المقاطع كثيره انزلها، في ناس كثيره تزعل من مو بكثيره يعني، في ناس تزعل من العناوين اللي احطها، مع انه هذا اليوتيوب ايش نسوي، مع اني سويت مقطع لسالفه العناوين هذه في اليوتيوب وقلت لكم اني انا اصلا ما احب اني احط هذه العناوين، لكن للاسف هذا نظام اليوتيوب. بس تدري وش، والله بصراحه معاكم حق، يعني يمكن انا زودت شويه في العناوين. انا واحد من الناس يعني احس انه عيب الوحيد في الفلوقات انه كل شيء تمام، بس شيء واحد بس ناقصني ان العنوان يكون يا اخي زي الناس. المهم حبيت اعتذر على العناوين صدق، يعني اتوقع اني صدق زودتها شوي، ان شاء الله ما تتكرر. خلاص يعني نحط عناوين عاديه، خلاص ما نبغى عناوين مره شاطحه زي قبل كذا. هذا الشيء اللي حبيت اعتذر عليه. وشيء ثاني برضو حبيت اعتذر على سالفه السناب شات، ادري اني كل شويه اقول لكم، مو بكل شويه يعني، احس اني زودتها شوي في السناب شات، كل شويه اسوي اعلان على السناب شات، خاصه يمكن اخر فلوق قلت لكم انه في كاميرا، اشتريت كاميرا بس مو بالفلوقات. اللي ابغى يعرف سالفه الكاميرا هذه يجي في سناب شات، ادري انها حركه بصراحه بايخه مره، ابغى اعتذر على هذا الشيء برضو. سالفه الكاميرا هذيك مو بحقتي، اهل عبد الحفيظ اشتروا كاميرا، ممكن تفتح قناه في اليوتيوب. فبس يا جماعه حبيت اعتذر بصراحه، يعني ما حبيت اني كذا اخليها في خاطري. وابغى اقول لكم يا جماعه اني بكره خلاص برجع، خلاص قطعت التذكرة، بكرة برجع إن شاء الله لتورنتو، حنرجع بالحالنا وحنشتاق لعبد الحفيظ بصراحة. عندنا فلوقين، فلوق اليوم وفلوق بكرة. خلاص خلنا نشيل الكاميرا. صدقوني اليوم بإذن الله، يعني إن شاء الله بإذن الله، طبعا كل شيء بمشيئة الله، حيكون فلوق خرافي. روح مكان حنزلج كذا على الموية، عرفتوا سيرفينج. عشان أقول لكم الكلمتين هذه طلعت برا، خلينا نرجع البيت كذا نلبس جاكيت صح وبنطلع إن شاء الله. بس الحين بنطلع نروح نجيب أغراض من السوق. وش ذا؟ هذه الكاميرا اللي قاعد استعملها، طبعا ادري ان جي 7 اكس الجوده حقتها احسن كصوره اوضح، ولكن هذه خلينا نقول كلمتين، ولكن هذه يعني ان شاء الله اشوف توري لكم كل مكان. الثانيه زي ما قلنا مقرب، تحس انه قريب مره الوجهي، فهذه احسن. فيمكن مع الوقت بنطور الكاميرا هذه فبتكون الجوده احسن، بتوصل تكون احسن من الجي 7 اكس. ما خليتينا نقول كلمتين. ما شاء الله تبارك الله. الحين بنطلع خلاص لبسنا الجاكيت، خلينا نطلع الحين نمشي. وش الغباء ده، انا اللي قاعد اصور. الله خلنا نمشي بس. وصلنا المحل هذا، هو بنشتري اغراض وبعدين بنرجع البيت. على فكره يا جماعه جيت قبل كذا المحل هذا، في شخص من العراق طبعا تحيه من العراق يشتغل هنا يتابعني في اليوتيوب، والله كان شيء مره جامد بصراحه. جيت كذا دخلت فجاه جاء قال لي انت علي تي جي تي في، والله ما توقعت انه في مونتريال، يعني هذه تقريبا ثاني مره تصير لي، ومن العراق برضو، ففي كثار من العراق اتوقع يتابعوني. طبعا تحيه للعراق، فان شاء الله نروح الحين نلاقيه، اذا لقيناه بنصوره، بقول له بدخله الفلوج. اخر مره ما ادري ليش ما دخلته في الفلوج، ما كنت وقتها كانت معي الكاميرا بس ما كنت اصور فلوج ذاك الوقت. ان شاء الله نلاقيه الحين، واذا لقيناه بدخله في الفلوج ما عليكم، اذا وافق طبعا. شوفوا يا جماعه كيف يقص الاناناس، والله خرافيه، والله جامده. والله جامده. حيين ترى عبير فوق عبد العبير. هنا يشتري سمك طبعا، هنا طبعا اللي قلت لكم عليه المتابع، هنا طبعا يشتغل هنا، تكلمت انا وياه الحين ان شاء الله بيطلع ونتكلم شوي، صور معاه ان شاء الله. طبعا هو يشتغل فما اقدر اعرف صوره في وين يشتغل، فبستناه هنا ان شاء الله بيجي. لا يا جماعه طبعا معانا، اعرفهم على اسمه عبد العزيز. انا طبعا هذا احسن بلوج على اليوتيوب. والله مشكور والله انت على راسك انحط حبيبي، والله مشكور، والله هذاك من القلب. انا من العراق صح؟ من العراق. طب تبغى تقول اي تحيه لاي شخص توجه؟ والله احيي كل متابعينك،
والله مشكور صدق. اقول لهم يدعموك باللايك والاشتراك. الله يخليك الله. طبعا تحيه لكل العراق. اول ما جيت هنا ترى عرفني قال لي انت علي. والله تفاجأت بصراحه، ما توقعت انه في مونتريال. والله مشكور صدق. الحمد لله قابلناك. والله جيت هنا قبل ما ادخل قلت ان شاء الله اقابله واتصور معاه. فالحمد لله صورنا حبيبي، شرف لي. تحيه له والله يخليك. خلاص قابلنا عبد العزيز والحين خلينا نرجع الحين. والله ابغى اشكر عبد العزيز مره ثانيه، اعطاني برضو نصائح ترى. يعني طبعا بعد ما قفلت الكاميرا اعطاني نصائح اني كيف انحف، كيف اضبط جسمي. فان شاء الله باذن الله بنطبق كل هذه النصائح اللي قالها لنا. مشكور والله، شيء يفرح بصراحه، يشرف ويفرح انه يجي واحد كذا يعرفك ويقول لك مقاطع كويسه. شيء بصراحه يخليك يا ابوي والله تتحمس الف انك تصور مقاطع. تحيه كل متابعين يا شيخ. واذا شفتني، اذا انت تعرفني او في اي مكان تشوفني، تعال يا ابوي تعال ونصور ونسولف. مو بشرط بس حتى قدام الكاميرا، قفل الكاميرا نقعد نسولف يا ابوي. احنا ترى انت مو انا ما اعتبركم متابعين. يعني تيجي تتكلم معي خوي خلاص عادي، عرفت اللي هو نتكلم نسولف عادي. ما هو باللي هو نظام هو خلاص نتصور مع بعض وخلاص يلا خلاص عادي. ترى نسولف لو انت ساكن قريب مني عادي نطلع. يلا خلينا نرجع الحين. اتوقع بدأت تمطر شوي. مرة ثانية ايش فيك يا ابو سلام؟ خاصة ابو الناس اللي ورا. يا ابوي نبغى تكون فلوقاتنا جامدة. المهم يا اخوان الحين بنفطر ان شاء الله بعدين نمشي تزلج. ويلكم باك يا عبد الحفيظ. على طول يدور على الكورة. على الكورة لقيت الكورة. هلا ابوي. بعد العبيد كيف يخاف؟ اتركني هنا. خلاص قول له السلام عليكم. تكلم معاه. خلاص ترى. الحمد لله خلصنا فطرنا والحين احلى شاهي. نسوي لنا احلى شاهي. بسم الله يلا خلنا نمشي الحين. والله متحمس مره. خلنا نمشي. بابا ايش فيك صار؟ خير ايش فيك صار؟ ها ايش فيك صار؟ تعال. بسم الله. حبيت اقول لكم يا اخوان طبعا بالنسبه للفلوقات باذن الله في اشياء كثيره مره. من الاخر خلاص يكفي، ما حقعد اخبي عليكم. اقول لكم من الاخر باذن الله ان شاء الله قريب مره حنسافر دول كثيره، حنصور فلوقات. ابغى انه تدروا ايش ابغى يا جماعه بالضبط. الحين انا صورت فلوقات هنا في كندا وصورت بعض الفلوقات في تونس، ولكن طبعا تونس ما صورت الا في مدينتي اللي انا عايش فيها. فحس اني ظلمت المدن اللي موجوده هناك في تونس. حسافر تونس وحصور فلوقات، حوريكم تونس كلها. يعني ما ابغى اني انا طبعا اخر مره صورت فلوقات مو بكثيره، بس يعني يمكن 10 فلوقات اتوقع في تونس، بس كانت كلها في مدينه واحده اللي هي المدينه اللي انا عايش فيها. مدينه حلوه طبعا، يعني انا تعجبني شخصيا وارتاح فيها اكثر مدينه ارتاح فيها في تونس كامله، ولكن احس اني لازم برضو اني اعطي حق المدن الثانيه. ما حروح تونس حوريكم كل المدن اللي هناك. في شيء ثاني حقول لكم اياه ان شاء الله باذن الله. افكر ان نسوي لفة على أوروبا، يعني حنسافر تقريبا كل الدول الأوروبية إذا قدرنا. يعني إن شاء الله الأمور مو بأكيدة، فتقدر تقولون 80% قاعد أخطط لهذا الشيء. أبغى أروح فرنسا، أبغى أروح إيطاليا، أروح اليونان، تركيا، ألمانيا، في دول كثيرة. يعني نروح هناك ونقعد شوي هناك برضو ونصور فلوقات. اللي أبغاه إنه تصير عندنا فلوقات في كل مكان. تا 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 بسم الله الرحمن. وصلنا طبعا مكان اسمه وازي السير. والله زحمه يا شباب. هذا هو المكان. هوي يو شوفوا كيف يا جماعه. خلاص دخلنا هذا المكان زي ما تشوفون. والله بتكون تجربه مره جامده. يا سلام والله متحمس مره. يلا ان شاء الله بدخل الحين والله يستر. That is where all time.
يتقدم لما تشوفون خلاص قفلوا خلنا نرجع البيت. يا الله يكرم ان شاء الله. بس ما مرض، كان يوم خرافي بصراحه، تجربه جدا رائعه. في الاول تحس انها صعبه، يعني انا اول مرتين كذا قلت خلاص مستحيل حقعد اطيح كل شوي، بس بعدين تتعود. بس يبي لها يعني لازم دائما كذا شاد نفسك، اقل غلطه بتطيح. ان شاء الله بنعيدها مره ثانيه. ما نمت، اتوقع تجي الاقي عبد الحفيظ نايم. انت قريبا الساعه 11 ونص كذا. يا جماعه والله تعبت كثير، ابغى انام صراحه، بس قبل ما انام لازم انتج الفلوج. اتمنى انكم استمتعتوا في الفلوج اليوم. خلاص للاسف الحين بنوصل لنهايه الفلوج. اذا عجبكم الفلوج طبعا ادعمونا بلايك، قولوا لي تحت ايش رايكم في الفلوج. يعني المهم شكرا على المشاهده، وان شاء الله اشوفكم بكره. ان شاء الله بكره حيكون اخر فلوج. يلا السلام عليكم.